السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة. الإرادة والحلم والرؤية، هذه الكلمات تنطبق على الجيل الحالي من الشباب السعودي المتقدم من المهندسين والمهندسات الذين ينقلون المملكة العربية السعودية إلى مصاف الدول الكبرى والعظمى. ولكن هذا الجيل الحالي لابد له من قائد هو الذي يشعل مشاعل النور في طريق حالك الظلام، وهو الأمير محمد بن سلمان صاحب رؤية 2030. في مفاجأة كبيرة في إطار هذه الرؤية، شركة وهج السعودية للصناعات التقنية المتقدمة في اتفاق مع شركة هانويل الأمريكية إيروسبيس في أوروبا وأمريكا وآسيا لتزويدها بقطع الغيار الأصلية لكل الطائرات المدنية التي تتبعها هذه الشركة هانويل إيروسبيس الأمريكية العالمية. وأيضا اتفاق آخر ما بين شركة وهج وشركة تالس الفرنسية، ليس هذا فقط ولكن اتفاق ثالث ما بين شركة وهج وشركة ليوناردو الإيطالية. كل هذه الاتفاقيات وأسرارها وتفاصيلها في الصناعات السعودية المتقدمة، تابعوني بعد الفاصل. الإرادة والحلم والرؤية، هذه الكلمات تنطبق على الجيل السعودي الحالي من المهندسين والمهندسات والفنيين والتقنيين كلهم السعوديين. الشباب السعودي هو الشباب السعودي الغير الذي كان قبل ذلك، لكن الجيل الحالي هو صاحب رؤية كبيرة جدا استمدها من صاحب الرؤية وسمو الأمير محمد بن سلمان صاحب رؤية 2030 في مصاف الدول المتقدمة. إن شاء الله السعودية هتكون كده. في إطار هذه الرؤية، شركة وهج السعودية للتقنيات المتقدمة في مفاجأة كبيرة جدا تتعاقد في معرض دبي للطيران مع شركة هانويل إيروسبيس الأمريكية الشركة العالمية. هذه الشركة عندها يعني من التعاقدات مع شركات الطيران المختلفة المتعددة الجنسيات، فشركة وهج السعودية للتقنيات المتقدمة هتمد شركة هانويل إيروسبيس الأمريكية بقطع الغيار الأصلية ل يعني أجزاء من الطائرات، لكن في التقنيات والتقنيات المتقدمة في الطائرات المدنية. هنعرف التفاصيل كلها. الاتفاق ده بينص على أنه هيمد شركة وهج للتقنيات المتقدمة السعودية، هتمد شركة هانويل إيروسبيس الأمريكية دي هتمدها في أمريكا وأسيا وأوروبا، هتمدها بقطع الغيار الأصلية. القطع الغير الأصلية دي عبارة عن الجموط الطائرات اللي هي المدنية، وأيضا المكابح اللي هي الطائرات اللي هي الفرامل يعني، وأيضا هتمدها بالمحركات، وهتمدها بالأنظمة المساعدة للمراقبة، وهتمدها بأنظمة الملاحة الداخلية في قيادة الطائرات. والقطع الغير الأصلية دي كلها هتمدها بها شركة وهج للتقنيات المتقدمة. هنا نفهم ان شركة وهج السعودية للتقنيات المتقدمة هي شركة يعني تتمتع بسمعة، مش سمعة طيبة فقط، ولكن هي تستحوذ على اهتمام شركة هانويل إيروسبيس العالمية انها تكون هي الشركة الوحيدة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا اللي هتمدها بقطع الغير الاصلية. طب قطع الغير الاصلية ديت هتمد الطائرات ايه؟ انواع الطائرات اللي هتمدها بيها؟ التعاقد دوت بينص على انه هيمد القطع الغير الاصلية لكل اللي انا ذكرته قبل ذلك لانواع الطائرات التالية. قبل ان نذكر انواع الطائرات، لابد ان نعرف ان شركة وهج السعودية ان لم تحصل على شهادة الاعتماد الدولية وهي AS9100، يعني الشهادة دي تضمن جودة التصنيع التقني عالي الدقة في هذه الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة. إذن هي حاصلة على هذه الشهادة، وبالطبع إنها ستكون معتمدة لقطع الغير الأصلية هتمد بيها شركات الطائرات التالية. إيه أنواع الطائرات؟ هتمد بيها طائرات الإيرباص 320 نيو، إيرباص 330، ايرباص 350، دي شركات الايرباص. البوينج هتمد قطع الغير الأصلية للتقنيات المقدمة في اللي أنا ذكرته من شوية لشركات بوينج 737 ماكس و 777، وهتمد كمان شركة ماكدونالد دوغلاس الأمريكية الطائرة 9011.
هنا هذه الطائرات كلها بانواعها هتتمد بالقطع الغيار الاصليه من شركه وهج للتقنيات المتقدمه السعوديه بالاتفاق مع شركه هانيويل ايروسبيس الامريكيه العالميه. ليس هذا الاتفاق فقط، ولكن في اتفاق اخر تم ما بين شركه وهج السعوديه للتقنيات المتقدمه وشركه تاليس الفرنسيه لارض الصناعات المدنيه، هيتم مد بيها شركه تاليس الفرنسيه بالقطع الغيار الاصليه، هتمد بيها الطائرات الفرنسيه، وايضا شركه داسو الفرنسيه هيتم مدها بقطع الغيار الاصليه للمحركات وانظمه الملاحه المساعده وجنوط الطائرات والمكابح وانظمه الضغط، وكل ده كله القطع الغيار الاصليه دي هتمدها شركه وهج للتقنيات المتقدمه لشركه داسو الفرنسيه. وايضا هناك تعاقد ثالث، الشركة الثالثة وهي شركة ليوناردو الإيطالية، هيتم مد شركة ليوناردو الإيطالية بقطع الغيار الأصلية أيضا، وأنها تكون الشركة المعتمدة لصيانة الطائرات اللي هي شركة ليوناردو الإيطالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعني شركة وهج هنا هتكون الشركة المعتمدة لصيانة الطائرات اللي هي الطائرات بأنواعها اللي هي الـ A137 AH 139 AH 139. هيكون في ايضا لتعاون ما بين شركة وهج السعودية وشركات اخرى في اتفاقيات في معرض دبي للطيران، المعرض العالمي جدا، بيكون في اتفاقيات برضو ما بين شركات سعودية، ولكن الاتفاق ده دلوقتي شركة وهج هي اتفقت الان مع شركة هانويل ايرسبيس العالمية الامريكية بالتعاقدات اللي هي التعاقدات المدنية للطائرات المدنية السالف ذكرها اللي احنا ذكرناها. في إطار رؤية 2030 الشركات السعودية ستكون هي الشركات المعتمدة للقطع الغيار الأصلية للطائرات المدنية زي بوينج بأنواعها اللي أنا ذكرتها، وإيرباص بأنواعها اللي أنا قلتها، وأيضا شركة داسو الفرنسية، وأيضا شركة ليوناردو الإيطالية، وأيضا شركة ماكدونالد دوغلاس الأمريكية اللي هي تتبع شركة بوينج الأمريكية. في إطار هذه الرؤية الكبيرة، الصفقات التي تتم ما بين الشركات والمصانع السعودية متعددة. لو لم تكن هذه الشركات يعني تكون شركات معتمدة عالميا وذات سمعة كبيرة جدا، في إطار رؤية 2030 الشركات السعودية تكون في مصاف الشركات المعتمدة الأوروبية والأمريكية. يعني ما فيش فرق ما بين الشركات السعودية والشركات الفرنسية والأمريكية، فإنها تستحوذ على هذه الاتفاقيات والتعاقدات بنموذج الاعتماد لشهادة الجودة AS9100. إن شاء الله ألتقيكم بإذن الله في صفقات جديدة وأخبار جديدة تسعد أهلي في المملكة العربية السعودية وتسعدني أنا طبعا بالطبع. كنتم إن شاء الله في أمان الله، وألتقيكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.